لمن رفصته الحياة بسقايها ودفعته قسوة الأيام من فوق عمارة 16 دور ورقص على جثته غدر الصحاب. التقرير ده معمول مخصوص عشانك عشان ترجع حقك من اللي جعلي. تعرف يا داني؟ معرفش، هنعلمك. وفي خطوات بسيطة هنعرفك ازاي تختار مقر ليك ولعصابتك وازاي تخلص اجراءات ترخيص العصابة. جاهز؟ اليابان الشقيقة وبلد المفتش كونان أبو دم خفيف والكابتن ماجد غني عن التعريف، يعني رجولة الكورنيش والأظريطة كلها، كان في جانب مظلم تاني مهبب بستين نيلة ومحدش عارف عنه أي حاجة، والجانب ده برعاية عصابة من أخطر وأغنى عصابات العالم وهي عصابة الياكوزا. عصابة الياكوزا ممكن لأول وهلة كده تفتكر انه اتس اوكي، يعني زيها زي اي شلة ولا علم الاحوسة من العيال اللي بتقف على النواصي عندكم في بولاق واللي بيبقى معاها كيس كده وبتقطع وتبيع. ايه يا عم سعيد، انت جاي تبلغ علينا ولا ايه؟ ولكن الياكوزا هي اتحاد، او ممكن نقول مظلة كبيرة بتضم تحتها عدد كبير من العصابات الصغيرة المنتشرة في جميع انحاء اليابان، واللي وصل عددها في سنة 1960 ل 184 الف شخص. لا استنى، ولا انا عدتك قبل كده. لا ميساني. من التجمعات العصابية الموجودة في الياكوزا والمعروفة باسم إيزيكيتشي يوشيدا، يقال انه في فترة من الفترات عددها تعدى عدد افراد الشرطة اليابانية. هيو الناس لمتنا في اي مكان، الناس حبتنا على وضع البلد اللي جابتنا مع بعض اي سكرو. بيرجع تاريخ العصابة للقرن السبعتاشر، وكان وقتها اسمها جوكودو. يا سلام، اسم فيه حمز كده. والاسم اتغير لحد ما بقى اسمها ياكوزا، ولو فصصت كلمة ياكوزا فهي الأرقام 398، وبترجع التسمية دي للعبة كوتشينا اسمها هانافودا. بصرة تقتلي شغالي يا حاج أمين مخزن الكومي. واللعبة دي كل لاعب بياخد 3 أوراق، اللي بيكسب فيها اللي مجموع أوراقه 19، والورق الخسران وهو أنحس ورق في اللعبة هو 398. إيه الحظ ده؟ ومن هنا تم ربط أعضاء الياكوزا بالأوراق الخسرانة في اللعبة، باعتبار أن أغلب أعضاء العصابة كانوا من الأشخاص المنبوذين في المجتمع أو بلغة اللعبة الخسرانين. يعني خسرت كل حاجة وكسبت النضارة دي. عندك بقى العواطلية والساموراي اللي طلعوا معاش في فترة السلام وتسموا بالرونين وبيتحولوا واحدة لواحدة لقطاع طرق ونشالين ومدمنين للأمار، فما كانش فيه غير عصابة الياكوزا عشان تضمهم تحت جناحها وتحسسهم بقيمتهم اللي المجتمع سلبها منهم. عشان ما لقيتش أب يربيني. وبالمناسبة المهمشين دول ما كانوش ناس فقراء يعني ولا حاجة، دول كانوا الجزارين وعمال الجلود والحنوتية. اخترت ربتك بنفسك. وده لأنهم في الديانة البوذية بيعتبروا غير طاهرين وغير مسموح ليهم بالاختلاط مع باقي طبقات المجتمع، فبالتالي الانعزال ده أثر عليهم وعلى أولادهم اللي طالعين برضو مش متعلمين، فأوتوماتيك بتروح على معادلة الحياة وتشوف إن دول هيبقوا مجرمين المستقبل بلا أدنى شك. في البداية بدأت العصابة بنشاطها الإجرامي في القرى عالضيق كده، قمار ماشي، مرازية وسرقة في خلق الله ما يضرش، ما تشربش بردك ماشي. ما طبيعي، انت لما تبقى شخص منبوذ من المجتمع هتنبذ عليهم عيشتهم، وواحدة واحدة ربنا فتح عليهم، ومع نهاية الحرب العالمية التانية زادت هيمنة الياكوزا في البلد ووصلوا لألفين عيلة كبيرة أو عشيرة، واللي بيطلق عليها اسم الكوزا. وسيطرنا وبقي مكبر والشغل تقل وعلى كبير، مع بعض ايد واحدة وقدار وتحت ايدينا فلوس كتير. ولكن بكلامي عن عصابات وناس مجرمين وقتالين قتلة ومقطعين بطايقهم، فأكيد انت رسمت صورة في خيالك بأن الناس دي ليهم مقر سري مثلا في بطن الزير، ولا بيتجمعوا في أماكن غير معروفة. ولكن خلينا أقولك إن عصابة الياكوزا مقراتها معروفة وتعرفها الشرطة قبل ما يعرفها المواطن العادي. والحكومة فين؟ جالها شلل. والناس ساكتة؟ كله جاله شلل. تجمع من أكبر تجمعات الياكوزا مثلا معروف باسم ياماجوتشي جومي، هتلاقيهم واخدين مقر يسد عين الشمس في مدينة كوب اليابانية.
والعيلة دي تعتبر أغنى عيلة في العالم، وثروتها تقدر بأكتر من 80 مليار دولار. ماشي بروس دوران ليه؟ يعني بنتكلم في ميزانية دولة على قد حالها، ودي عيلة واحدة بس. هي دي العيلة، أسرة سعيدة. فعلى حسب الإحصائيات اليابانية، فالياكوزا بتقدر ثروتها والممتلكات المتحكمة فيها بحوالي 242 مليار دولار. وبالرغم من اننا بنتكلم عن عصابات وعالم ظهرها انحنى من كتر الشبحنة، الا ان العصابة من الداخل بتربطها علاقة الاسرة. دي اسرة واطية، واللي اسمها اويابون كابو. اويابون هو الاب وكابون هو الابن، ده الف بمافيا معروفة اكيد كلكوا شفتوا ذا جاد فازر. طبعا طبعا. وفي وسط معاملة الاخوة والحب في قوانين محطوطة بتمشي على ادخن تخين في العصابة. ده نظام معمول ومحدش عارف مين اللي عمله. فلو انت حبيت تنضم للياكوزا مثلا، في حبة ملاحظات لازم نعرفها لك عشان تاخد بالك منها. يا رب وين عشر. اولا، اول ما تخش وتقسم قسم الانضمام للعصابه وتقدم فروض الولاء والطاعه لكبير العصابه واللي بيكون اسمه كوميتشو وبيكون بمثابه ابوك الروحي، بعض العصابات بتفرض عليك انك تقطع علاقتك باي حد خارج دايره العصابه لانك خلاص وسط اهلك الجداد. حتى امك. بس دي امي يا باشا، ما ينفعش اقول لها. هي راحت فين جايه منين؟ لا اي حاجه بقى، كلها بشتغل اغطس مجاري. وبعد كده هتروح عند عمك يونج وتعمل لك تاتو على جسمك عشان تبقى واجهه كده وتشرف افراد العصابه. حركه، هي الفقره دي اجباري ولا اختياري؟ والتاتو في الياكوزا هو مش شيء اختياري، ده لازم تعمله لانه يعادل كارنيه عضويتك في العصابه وهتنفذها غصب عنك. والوشوم في الياكوزا ليها انواع على حسب تدرجك في العصابه. في البدايه بتوشم كتافك، وبعض الاوقات بتعمل وشم بدون ما يتم تلوينه، وده دليل على انك لسه في بدايه رحلتك مع الياكوزا. لسه عظمك طري. وبمرور الوقت الوشوم بتكتر وتبقى متصلة لحد ما تبقى مغطية جسمك بالكامل، مع ترك الأجزاء اللي ممكن تبان من جسمك لو لابس قميص مفتوح. وأفكار الوشوم بتبقى مستوحاة من الثقافة والأساطير اليابانية القديمة، وفي بعض الأوقات بيتم بيع جلود أصحاب التاتوهات دي بعد موتهم، ولكن بتكون في معارض سرية خاصة بالياكوزا بس. وصلني قبل ما يموت اديهولك. وتكملة لقوانين الياكوزا الصارمة دي، إنك عشان تكون فرد في العصابة فلازم تبقى على استعداد تام للتضحية بحياتك في أي وقت يطلب منك ده، وممنوع تبقى حرامي ولا نشال ولا تشرب المخدرات لا سمح الله. خلاص هبطل بانجو واشرب حشيش. طبعا هتسألني وتقول لي امال ابقى فرد في العصابه كده من غير اي معاصي هترتكب؟ اتقل بقى وانا هقول لك الدنيا ماشيه هناك ازاي. حلو، عايزك تركز معايا. العصابة فيها قانون بيحرم على أي عضو في الياكوزا التسبب في معاناة لشخص تاني، وده لأنهم أكتر ناس مروا بالمعاناة في المجتمع، فأكيد مقدرين حاجة زي كده، وصعب يخلوا حد غيرهم يعيش نفس اللي عاشوه. ولو نسيت وكسرت القواعد أو خرجت برا طوعهم، هيبقى قدامك حل من ثلاثة، يا إما تتقتل، يا إما تفلت منه وتجيلي وساعدها أنا، يا إما يخرجوك برا دايرتهم وكده مش هتحتاج فيزا وتأشيرة، وإما يتعمل لك يوبيتسو، وده حاجة سهلة جدا عبارة ان هما يقطعوا لك صباع من ايدك الشمال. طب ولو غلطت تاني؟ بنقطع راس صباع تاني خير ربنا كتير، وتروح تقدمه لقائد العصابة اللي هو ابوك الروحي وتقول له اتفضل يابا مرضتش اخش عليك بايدي فاضية. اي نعم، يا بكتر القطع ده هتبقى فاضية، بس اتس اوكي، يعني اهم حاجة تكفر عن غلطاتك اللي ارتكبتها. ده عشان ترضي مناخيرك تضيع بقية اعضائك. وبترجع فكرة العقاب، لان كل ما بيتقطع صابع في ايد عضو الياكوزا بيبقى صعب عليه يتحكم بقبضته في السيف، فقوته بتقل، فبالتالي احتياجه للعصابة واعتماده على اخواته في العصابة بيزي. هو انت فايد عليا كده ليه؟ الصباع كده خوله طار، انت بتغرق ليه؟ بس دلوقتي وانت فاتح وقاعد مستني تسمع بلاوي الناس ونشاطاتهم الإجرامية، عشان انت طبعا بتموت في الفضائح زيك زي اي حد. هو سمعنا ولا ايه؟ وشايفنا كمان يا معلم، تكنولوجيا، احنا محترفين مش اماتور. نشاط العصابة بيعتمد على كذا جزئية، عندك مثلا التجارة في البشر في الفلبين، وان الياكوزا بيعتمدوا على البنات اللي ممكن يشتغلوا في الدعارة عن طريق التجارة بيهم. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ وعندك تجارة السلاح وتجارة مخدرات وتجارة انتساب. قوم يا ابني من هنا، انا بهزر معاك يا معلم. ماشي ماشي ماشي. ولكن كل العك ده لازم كان يتم معالجته ودمجه مع المجتمع عن طريق غسيل الاموال، وبيدخلوا الفلوس اللي من العمليات دي في استثمارات زي العقارات والعربيات والبورصه. طب دلوقتي هتقول لي يعني انت عارف كل ده عن العصابه والحكومه اليابانيه قاعده ساكته؟
وانت ايه بقى عاطف؟ كنت مستخبلهم تحت الترابيزة ولا ايه؟ احب اقولك ان عصابات الياكوزا منخرطة في المجتمع الياباني بشكل رهيب مع جميع فئات المجتمع سواء اغنية او فقراء، زي انهم مثلا قبل كده قدموا اكتر من 70 شاحنة متحملة بالاكل والملابس عشان يساعدوا المتضررين من سلسلة الزلازل. مين عايز همبرجر ومين عايز سوسيس؟ واللي حصلت في اليابان سنة 2011، والفنانين والسياسيين والبرلمانيين اللي بيتم تمويل حملاتهم الدعائية عن طريق الياكوزا، واللي طبعا بيرجعوا فلوسهم بعدها بفوائد سواء في حالة الخسارة او الفوز. التعاون ما وقفش لحد هنا، ده وصل حتى لحد الشرطة اليابانية نفسها، من باب انهم خلاص طالما مش عارفين نمسك عليهم حاجة يبقى نستفاد منهم. يا رجليه شرطة والشعب يد واحدة ولا ايه؟ ومن اشهر التعاونات اللي تمت بين الحكومة اليابانية والياكوزا كانت في سنة 1960، لما استعانت بيهم الشرطة في تأمين الرئيس الامريكي ايزنهاور، اللي وقتها كان جاي في زيارة اليابان، ولكن ساعتها الزيارة اتلغت غالبا كده خاف للعصابة تتلخبط وبدل ما تأمنه تقتله. ولكن بمرور الوقت بدأ تحجيم وفرض قيود على الياكوزا، بداية من سنة 1991 اللي تم فيها فرض قانون بيحظر على أعضاء الياكوزا ممارسة أي نشاط مشروع، والحكومة بقت بتقبض عليهم. أعضاء الياكوزا يقلوا لحد ما وصلوا في 2019 لحوالي 28,000 شخص بس. الإجراءات دي كانت سبب عشان المنظمة مواردها تقل وما تبقاش قادرة تصرف على أعضائها، وبقت تسمح لأعضائها بأنهم يخرجوا برا الياكوزا عادي، وكلها كم سنة والياكوزا تبقى فكرة وانتهت. مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملاش مكان فيها. المهم تنسى الكلام الحماسي اللي قلته لك في الاول بخصوص انك تراجع حقك من اللي ظلموك وتعمل عصابه كانك ما شفتهاش نهائي. اديك شايف الشر والافتراء اخرتهم وحشه. لا انا عايز اخد فرصتي كامله. واحنا هنا في البلاتفورم اعتبرنا الجنج بتاعتك. ماشي ايه العمليه؟ انزل اضرب لنا اللايك وخرشم لنا وش الشير وخش اليوتيوب كسر ام زرار السبسكرايب. امشي ايه يا بوحه انت متعصب شويه فلنسينو.